مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. حزب الله يجتاح بيروت بمسيرات طائفية واندلاع صدامات. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يقول إن الاعتداءات الحوثية المدبرة من إيران تكشف إرهابهم ولا تؤثر على استقرار المملكة. وزير الإعلام السعودي يؤكد على ضرورة وضع خطة إعلامية لمواجهة الإرهاب والتطرف، داعياً للتركيز على مجابهة التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية. وزارة الداخلية المغربية تقول إن السلطات الأمنية فككت خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش تتكون من 5 أشخاص. إجراءات أمريكية تلزم الباعة بتوضيح عدد السعرات الحرارية للأطعمة. ويوتيوب يحذف فيديوهات تشجع على الغش المدرسي.